معنا النهاردة فيديو جديد ومميز لجديد الأدوات المنزلية اللي هنشوف من خلاله مجموعة من الأدوات والحيل والأفكار والابتكارات اللي مفيش ست بيت تستغنى عنها، وهنوضح كمان أسعار بعض المنتجات وأماكن تواجدها. لو حضرتك أول مرة تشوفينا ياريت تشترك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد. في الفيديو ده هدفنا أننا نساعدك في تنظيم وترتيب بيتك، لأن المنتجات اللي هنعرضها هتوفر لك كتير في الوقت والجهد، وهتساعدنا كمان في استغلال المساحات الصغيرة سواء في المطبخ أو في البيت، بالإضافة لمجموعة من أدوات النظافة اللي استخدامها سهل جدا وبتوفر عليك كتير. دايما معاكم بنقدم ليكم أحدث الاختراعات والتكنولوجيا الحديثة في عالم الأدوات المنزلية. بنتمنى من كل متابعينا إنهم يعملوا لايك للفيديو وتصلوا بينا على النبي، ويلا بينا نبدأ مع بعض نشوف النهاردة موضوعنا عن إيه. معانا في البداية المنشر الداخلي ده، ما شاء الله عليه، جميل جدا وحلو خالص للمساحات الصغيرة واستغلالها. كمان معانا الفرامة دي للتوم، ما شاء الله عليها، جميلة جدا. كمان معانا المشترك الجميل ده ما شاء الله عليه، اللي نقدر من خلاله كمان ان احنا ممكن نشحن الموبايل بتاعنا بكل سهولة ويسر. وكمان معانا المنفضة دي اللي تقدر من خلالها تتحكم في طولها بكل سهولة، وكمان مرنة وجميلة جدا في الاستخدام وسهلة. وكمان هنشوف مجموعة من منظمات المطبخ الجميلة للتوابل، ما شاء الله عليها، منظمات مميزة جدا وعملية. ده باسكت الاستشعار عن بعد، بمجرد ما تجرب ايدك الباسكت تفتح لوحدها زي ما انتوا شايفين كده. ده منظم للتوابل، حجمه صغير جدا وما بياخدش مساحة، ومتوفر منه ألوان كتير. كمان معانا الفرشة دي هتوفر عليك كتير في غسيل الأحذية والملابس، وهتيسر لك أمورك بكل بساطة، ما شاء الله عليها. ده كمان طبق للتسالي، بينزل عندنا منه دور واحد ودورين بس، بيكون النوع مصري مش صيني. معانا الباسكت الصغير ده اللي تقدر تثبتيه في أي مكان في المطبخ، باسكت شكله شيك وجميل جدا، وتقدري تضعي فيه بقايا الطعام بكل سهولة ويسر وشياكة. معانا المنظم ده ما شاء الله عليه، بيستوعب كل حاجة، عندك العلب وعندك السكاكين والمعالج وأطقم توابل، ما شاء الله جميل جدا وشكله شيك. معانا كمان المنظم ده للمعالج، ما شاء الله عليه، جميل وشكله شيك. العلبة الجميلة اللي جاية دي لتنظيم وترتيب التلاجة بتاعتك، بيتحط فيها مختلف أنواع الخضار والفاكهة المقطعة، ما شاء الله عليها. معانا كمان المنظم ده لمختلف أنواع قطع الديكور، ما شاء الله عليه، شكله شيك وجميل جدا. معانا كمان الأداة دي تتثبت على الحيطة، وتقدري من خلالها ترصي عليها وتنظمي عليها مختلف الأدوات واللوازم زي ما انتوا شايفين، جميلة، تستخدمها سهل في المطبخ أو في الحمام، جميلة جدا وعملية ما شاء الله. معانا المنظم الدوار ده، جميل جدا وتستخدميه سهل جدا ما شاء الله في المطبخ. معانا كمان المنظم الجميل ده اللي بتيجي معاه أداة للمعيار زي ما انتوا شايفين كده، درج المعيار ده جميل جدا، والمعيار ده كمان مزود بمصفى زي ما انتوا شايفين كده لتصفية الرز، جميل جدا وما بياخدش مساحة وعملي ما شاء الله عليه. معانا كمان الرف ده تقدر تثبتيه بكل سهولة على الجدار، وتستفيدي منه وترص عليه الشماعات زي ما انتوا شايفين، شكلها جميل جدا وعملية ما شاء الله. ودي فرادة للعجين استلس، ما شاء الله عليها، وبينزل منها سيليكون وبينزل منها اكتر من موديل، ومتاحة في كتير من المعارض والمحلات في مصر. ودي كمان قطاع للموز، سعرها بسيط لا يتعدى 30 جنيه، جميلة. المصفى البلاستيك دي أكيد سعرها هيكون بسيط جدا، وكمان هتريحك كتير
بالنسبة للحوض ومشاكل الحوض ما شاء الله عليها جميلة ومش بتاخد مساحة، وفي نفس الوقت هتوفر علينا كتير كتير كتير. أدوات كتير ومنظمات أكتر، كل يوم في تطور وفي جديد للأدوات المنزلية، حاجات كتيرة وأشكال ما شاء الله عليها جميلة جدا وبتوفر علينا كتير. إن شاء الله هنتابع معاكم كل ده، بس طبعا ما ننساش نعمل اشتراك للقناة عشان نتابع كل جديد في عالم الأدوات المنزلية. بكده نكون انتهينا من عرض المنتجات الجديدة اللي عرضناها عليكم النهاردة، ويلا بينا نشوف هنقول ايه في نهاية الفيديو. في نهاية الفيديو بنتمنى يا رب ان تكون المنتجات اللي عرضناها على حضراتكم نالت اعجابكم، وان ربنا يكون وفقنا في اختيار المنتجات اللي عملنا عنها الريفيو النهاردة. طيب بالنسبة لموضوع ازاي نحصل على المنتجات دي واماكن تواجد البضاعة دي، في اكتر من طريقة نقدر من خلالها ان احنا نحصل على المنتجات دي. اول طريقة معانا هو تطبيقات موجودة ومشهورة جدا زي تطبيق علي بابا او علي اكسبريس او امازون. طيب ازاي من خلال المواقع دي نحصل على المنتجات؟ بطريقة بسيطة جدا، وان احنا بنقدر من خلالها ندخل على التطبيقات دي او المواقع دي ونحصل على المنتج اللي احنا عايزينه، بس بتكون في عقبة قدامنا وهي طريقة الشحن او تكلفة الشحن. بالنسبة للدول العربية بتكون تكلفة الشحن غالية خالص عن طريق التطبيقات دي، فبالتالي بتكون تكلفة المنتج ممكن تكون اكتر، الشحن يكون اكتر من تكلفة المنتج، ودي مشكلة كبيرة جدا. طيب في حل تاني ان احنا ممكن من خلاله نحصل على المنتجات دي؟ اكيد طبعا، في كتير من الجروبات اللي على الفيسبوك والواتساب موجودة في جميع الدول، يعني كل واحد في دولته هيلاقي جروبات خاصة بالادوات المنزلية الحديثة اللي بنعرضها عليكم، فبالتالي تقدر حضرتك تحصلي على اي منتج عايزاه من المنتجات اللي بنعرضها عليكي عن طريق جروبات الفيسبوك، بان انت بتتواصلي مع عارض المنتج وتحصلي على المنتج، وبتكون تكلفة الشحن بسيطة ومش كتيرة. وفي حل تالت بقى، وهو عن طريق المعارض والمحلات اللي موجودة داخل جمهورية مصر العربية، اللي بتوفر كتير كتير من المنتجات اللي بنعرضها عليكم، وبتكون اسعار كويسة ومناسبة للجميع. واحنا بنضيف حاجة وهي موضوع المنتدى، تابعونا في المنتدى يا جماعة، ان احنا في المنتدى كل يوم بننزل اسعار بعض المنتجات، سواء اشتريتيها من عندي او من عند غيري، المهم تعرفي قيمة الحاجة اللي بتشتريها دي، برضو من باب العلم بالشيء. في نهاية الفيديو بنتمنى من كل الناس تعمل لايك وشير واشتراك للقناة، اللي لسه ما اشتركتش في القناة يلا انزلي فعلي زر الجرس واشتركي في القناة عشان يوصلك اشعار بكل جديد من داخل معرض منزلي للأدوات المنزلية. اي منتج حابين ان احنا نعمل عنه ريفيو اكتبوا لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله هنعمل عنه ريفيو. اي استفسار او اي سؤال تحت امركم ان شاء الله في اي وقت. بنشكر الجميع وبنتمنى يا رب ان ربنا يكون وفقنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.